الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، أحبتي في الله، إلهي بما هذا سكلا سبحانه وتعالى مركه هوري ما هذا لكوبي كريم ما هذا إلهي سبحانه وتعالى كذب حلقتنا وحلقتي شنات أنا أقوم قعدرني دهك قاديدة فضيحة الشيعة حلقتنا حلقتي كور رئيس أفراد وحن صوص قلني إن خلافة أبي بكر يا عمر يا خلفاء الراشدين ولا أي خلافة هذا شرع هيد أي نجرتي وحن كك إن عدين أدلة أهل السنة كتاب هذا سيد صحيح البخاري ومسلم يك كتب هذا أما مراجع ذا الشيعة أرنتا وحن كو عديني بنتي وشيء غير رافدك أشياء شديسي حلقتنا وحيكون سابسنت هاي ninka raafidiga ah sidaan ognahay wuxuu gaalaysiyay lacinay ay Abu Bakar iyo Umar iyo saxaabada dhanba ninka xukunkiisa seen noqonaya maxay culimadu ka dhahayn qofkii Abu Bakar caayo ama Umar caayo anigu ma dhihin waxaan rabaa afar ta madhab Hanafiya Malikiya Shafiiciya iyo Hanaabilada أفرت مذهبي مذاهبته ومضى إسلام كه إن كسوق هذا أقواش وذين سوقات أون إذا تصوح يكدهن قفكي أبي بكر إيو عمر قفكي عايو أفلق هديو جاليسيو وحنكوه رين دونا مذهب كحنفية ذا نقوشيسا وحنسوق هذا لنا الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن إسماعيل من كبار الحنفية إمامك أوحو كيري وحو ليها إمامك وأما من أنكر من الروافض إمامة أبي بكر الصديق إمامة أبي بكر الصديق رضي الله عنه فهو كافر على قول بعضهم وقال بعضهم هو مبتدع وليس بكافر والصحيح أنه كافر لأنه ثبت إمامته بإجماع الصحابة ولا يعتبر خلاف من شد منهم وحوليها إمامك أوين من أئمة حنفية مرجع وتلخيص الأدلة لقواعد التوحيد مجلد كاللبات تدوب قل صدن يكو أي سيدا كليها قفكي إنكرا ورافضة أي كمذيهين إمام نمذا يا خليف نمذا أبي بكر الله كرى لنغذي وقال سيدي علماء قاركو تغين قارنا وحيدين ومبتدع لكن سيدة الصحيحة السحظة وحاوي إنو نكا قاليها ومذهب الحنفية ومحيطها وحو كسونا هذا إجماع إمام أبي بكر إجماع أي كسونا هذا ومدبا يسكر هذا قفك إجماع إنكرا وديدنا وهذا كافر هل كاسو عسك ذي إسلام مذهب الحنفية عن كسرنا ابن النجيم الحنفي ابن النجيم الحنفي كتاب كيسلوي قانو الأشباه والنظائر على مذهب إمام أبي حنيفة النعمان صفحة بقول كونتني سقال وحكولي إمام كاوين سب الشيخين ولعنهما كفر إن لعايو أبي بكر يا عمر وقال لما قفك زدين توكك بحيا مركل وحوليه يكفر إذا أنكر خلافتهما وحوليه وكو قالوبة يا قفك هدو او إنكرو خلافة أبي بكر يا عمر خلافة ده هدو ديدو وقوله مجرتو وقو إنكرو أرنتاسي وكو قالوبة يا لأن محايا للنبي أيا جعلا لبضو ضبا مذهب كاسي وحنفية أنو قذبنا مالكية وحي كدهن الإمام الألوسي وحكو صرية تفسير كيس الله يقانو روح المعاني في تفسير القرآن العظيم صفحة مجلد كصدحية طبنات صفحة الله بقوله سديتا وحوليه وفي المواهب أن الإمام مالكا قد استنبط من هذه الآية تكفير الروافض الذين يبغضون الصحابة رضي الله تعالى عنهم فإنهم
يغيظونهم ومن غاض الصحابة فهو كافر ووافقه كثير من العلماء انتهى وحوليه إمام مالك رحمه الله تعالى وحو آيات محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار وكل الصور نحبحي إن رافضة أي قاليهين محيّة لألّه سبحانه وتعالى وحوده ليغيظ بهم الكفار صحابة إلهي وحو سيدا أغو رال النغضي وإلهي صحابة سيدا ويالي إنو قالدو كعاد قليو قف والبؤ صحابة النعو عرودنا قال أيو نغونا يا بالنص القرآن الإمام مالك باسيدا كتغي وحاكرة عيبو دهي ضد ووافقه كثير من العلماء علماء ترب بضن ويكرة عين قفك إنو مركا وقال يهي إسلام ابن كثير وحكوس ورية تفسير كيس القرآن العظيم مجلد كلبات وقد ذهب طائفة من العلماء إلى تكفير من سب السحابة وهو رواية عن مالك بن أنس رحمه الله وحوليه وحي كتغين علماء فربضان إن وقالوا بيقفك السحابة عايا ملفق بيبادئين شيخين باليسكوهيست أبي بكر وعمر ابن كثير وحولي علماء بضن وحي كتغين إن قفك السحابة عايا وقالوا بيو وانا رواية لقورين يو الإمام المالك الإمام المالك رحمه الله تعالى أنو إيمانو المذهب الشافعي تقييدين السبكي وحوليه كتاب كيس الويق أنا فتاوى السبكي صفحة مجلد كلابات صفحة شنبق التدواتين يتدووا وحوليه وأما أصحابنا فقد قال القاضي حسين في تعليقه في باب اختلاف نية الإمام والمأموم ومن سب النبي صلى الله عليه وسلم يكفر بذلك ومن سب صحابيا فسق وأما من سب الشيخين أبي بكر وعمر أو الحسين ففيه وجهان في المذهب الشافعي أحدهما يكفر لأن الأمة اجتمعت على إمامتهم وحاولي يا إمام تقييدين السبكي رحمه الله تعالى أصحاب تاندا وقاضي حسين بوسوق عذنيا تعليق ذيسا وحوكوشا يغي بابك اللو يقانو اختلاف نية الإمام والمأموم قفك إمامك قدو بيتوكني إمامك تجيني نية دو مركز خلافت بابك وحوكولي يهي بوداهي قفك النبي عايو ولا قالي سينيا صلى الله عليه وسلم ننكي سحابي عاينا وفاسق لكن قفك لبضى شيخ أبي بكر إيا عمر ننكي عايو أفلقا ديو أما حسين لبا وجبه كله سحابة نظر أحدهما لبا دا وجمت كمدا يكفر ننكا وفاسق لقالي سينيا وقال دينتا يكبحي مربها دي أبي بكر إيا عمر وعايو سببتم حيتاي لأن الأمة اجتمعت على إمامتهم أمد أيا إمام نمدو دي خليف نمدو دي با أمد دي با اسكرع دو كوكولنت إجماع أمد نيك الدومين يدي دن وقال أن آدو مذهب كحنا بلادا الإمام أحمد بن حنبل المذهب كيسا في مطالب أولي النهى كتاب كاس وأوليها مصطفى سعد بن الحنبل مصطفى بن سعد الحنبلي إمام كاسو حوليه وعن أصحابنا تكفير من خالف في أصل كخوارج ورافض ومرجئة وقال في نهاية المبتدي من صب صحابيا مستحلا كفر وحوليه أصحاب تعند وحي كتغين إن لقاليسيو تدك أصوشا وخلافي سيدا خوارج دا رافض دا إيه مرجئة دا وسودي وحاور وحاكل الله قالي سيي أو قال لي ما الله وحكم أي قف الله قفك سحابي سحابة النبي كم إذا عايو يسوع عيدي سحلاشنا يو كفر وقالوا بي كاس ساسي يليه أبو يعلى الحنبلي أن سواق هذا النقل جيس يسجنا سبكي باكس وقولين يا كتاب كيس فتاوى السبكي مجلد كلا باتشان بقولي سديتني أبو يعلى الحنبلي وي وحوده الذي عليه الفقهاء في سب الصحابه
إن كان مستحلا لذلك كفر وإن لم يكن مستحلا فسق ولم يكفر. قال وقد قضى طائفة من الفقهاء من أهل الكوفة وغيرهم بقتل من سب الصحابة وكفر الرافضة. وحاول ورك أبي على الحنبلي مركل صوكوبو وحي كنت جنبه ده فوق هذا قف كي الصحابة الرسول كعايو إسوا حلاشنا يو أرنتا بنيسنا يو إنو قالوا بي أو قال ويهي هذه أي سكلا إيا معنى دري جهلي أوجيو حلاشنينا وفاسق بالا دهي وحي قوين وبرت أي كجرينو يسكر راعين فوق هذا أهل الكوفة iyo fuqaha kalaba in la dilo madax laga gooyo qofkii saxaabada nabiga caayo waxayna gaalaysiin qoliyaha raafidada la yiraahdeen ninkan hadda aan daba joogno uu ka tirsan yahayna wayba gaalaysiin oo de kuwa waaba gaalo inay gaalayeen shaki kuma jiro. Waxaan ka wadaa nuquushaas aan soo qaadnay waxaan anigu dhahay ma ah maraajicdeedina waaridiin tilmaamay waa madaahibtii islaamkeenu abtirsanaynay in wax ka qaadanayney afarti madhabba waad arkaysan qofkii saxaabada ka agbaxo oo laga kiri waayo gaar ahaan Abi Bakar iyo Umar inuu gaal yahay oo seen u gaaloobeynin kow horta qofka laga kiri laayay gaalaysiinaya Abi Bakar iyo Umar Nabi Muhammad (alayhi salaatu wasalaam) markii laga soo tagay diinta waxay ku taagnayd waa ayaga qofka diintii buu ku socdaa oo duminaya oo diintii buu taaniyay markuu dhaw beenalayaal bay ahaayeen diintii buu diray qofka diinta durana waa gaal. Labo ahadiis mutawaatira iyo nusus mutawaatira ku imaatay fadligooda iyo wanaagooda mutawaatir qofkii inkirana nususta mutawaatirka uu gaaloobaya arinta labaadna gaalnimadiisa qofka way tusinaysaa. Ijmaac ummada ku dar oo qofka uu beeniyay hadda ijmaac aad beenisa waad gaaloobaysaa isagana ku qabo culumada markii gaalaysiinayaan meel ilaa iskama garaacayaan halkaasay tooganayaan oo fiirinayaan marka ninka xukunkiisa uu ku cadaaday inuu gaal yahay awl baanaga shaki naga gama jirin awliyada Ilaahay iyo Abi Bakar iyo Umar ninsa u xaganayo gaalaysiinayo kitaabkiina taxriifinayo sunnadii nabiga leexinayo inuu gaal yahay laakiin muhiimadu waxay ahayd ummada inaan u cadeyno turaadkiina ku noqdo madaahibtiina akhriya waxa ninka iyo dadka lamidka ay ka qabaan. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدي أدبات ومحسنتين.